يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن نقول عمن ينكر أحاديث الشفاعة؟ أقول هل يجوز أن نقول لمن ينكر أحاديث الشفاعة إنه كافر؟ ولنضل نقول إنه ضال، فإن كان يعرف أنها حق وأنها ثابتة وينكرها كفر بذلك، أما إن كان يظن أنها ما ثبتت أو أنها ما أشبه أو يؤولها تأويل يظن أنه سائغ هذا يضلل ولا يكفر. نعم.